يسلموا ايديك. تفضلي. شكرا اخي. صحة وهنا. فكرت كثير بالقصة وطلع معي جان بيك بحبني مزبوط، لأنه كذا مرة عبر لي عن مشاعره وما فهمت، يمكن أنا ما بدي أفهم. إيه، إذا ما كنتي متقبلة الفكرة شيء أكيد ما رح تفهمي ريهام، هاي زبرجد بحبك من أيام المراهقة وما عم تفهمي. خلينا نفترض إنه أنت فهمتي عليه، شو بيتغير بالموضوع قليلي؟ شو كان رح يصير يعني؟ غشيتي الزلمة من الأول واشتغلتي ضده ومن تحت لتحت كمان، وهذا الزلمة بيكره الغش والكذب. لك اسمعي، أنا عم قول هذا الشيء كرمالك، لا تعرفي إنه هالحب مستحيل قبل ما تتورطي بشي. فهمت. إيه إيه، حب مستحيل. بفهم إنك عشقان هالبنت وعم تعترف لي بهالشي؟ إيه نعم تماماً، ومن أول ما شفتها مزبوط عم تتجاهلني، بس رح تقبل بالحق على طول، وهي بتهرب أحياناً، بتجي بس بترجع بتهرب مني. ليش؟ ما بعرف، ما بعرف، حاولت أفهم ليش بس ماني عم بفهم. هالبنت مجنونة وعقلة صعب، ما عم بقدر فسر تصرفاتها معي. يا رجل بتفاجأ إنه في بحارتها شاب غبي ومصروع اسمه مظفر بيحبها، ويمكن مستعدة تروح معه لآخر الدنيا على نضول مثلاً، وأنا بتلاقيني على الطرقات عم بلحق ريهام وين ما راح. أوه، أنت مستعد تلحق على نضول يعني؟ طبعاً بلحقها، مو مشكلة، أنا مجنون فيها. والله صرت مجنون بس حاج، لك تخيل صرت عم بحكي مع حالي وقول بكرة ريهام تجي لعندي لحالة وبتقلي بحبك وما فيني عيش من دونك، صدقني نفسيتي كتير تعبت من هالوضع عاصم. أنت جان ديفيت عملت هيك؟ إيه أنا، تخيل هيك عملت. أوه والله مدمرتك هالبنت يا رفيقي. مو بس مدمرتني ومطيرت لي عقلي كمان، ما خليت طريقة لأقنعها فيها أني بحبها، بس هي ما بدها تفهم هذا الشيء. ما فهمت أنه بيحبني، يمكن لأني ما تخيلت أنه يحبني. بس أنا ما رح أسمح لها تبعد عني بعد اليوم. أنا ما حأسمح له يقرب، وما رح أقرب منه أبداً بعد اليوم. هي بتحبني أنا متأكد، مستحيل أنه أعترف بحبي لجام. ولو شو ما صار يصير كرمالة بتحمل كل شيء، رح بعده عني حتى لو عمل المستحيل. ألو، إيه داني؟ ألو جيجي. مشكلة؟ مشكلة؟ لك جيجي؟ أنت متأكد ما عم توصل الرسائل؟ مواقع التواصل الاجتماعي مليانة إعلانات للمسابقة. ليك، هي إعلان شركة السيارات أوفيدو، وهي تبع التدريب بالفكرة الرائعة، وناشرين صور هون، وإعلان للشركة شوف، وكاتبين كمان شروط المسابقة. ما بعرف والله لشو يعني ما وصل لعندي شيء، شو بدي ساوي؟ بجوز عم يوصل لعندي بس ما عم يوصل. ليكي لا تشغلي بالنا بموضوع مانو مهم، في أهم يا جماعة، خلينا نكتب أفكار جديدة. يلا لا تلهي الناس عن الشغل، اتركهم يركزوا بشغلهم. أنا قصداً بدي إلهيهم، بركي منغير الجو شوي. خير، ليش هيك عم تطلع فيني؟ ما في شيء بيناتنا بنوم؟ ليش مانك عم تركز؟ عثمان أغا بيك، أغا بيك أخي. طيب فيكن تكتبوا وتشتغلوا براحتكن مثل ما بدكن. أكيد. ليك جيجي، شو رح يصير إذا كتبنا أو ما كتبنا؟ أصلاً شو دخلني أنا بهاي الأمور؟ أنا شغلي بالحسابات وبفهم بالأرقام والعمليات، شو بفهمني بهالقصص؟ والله مليت وتعبت اليوم، بدي ارتاح شوي. لا تعطينا طاقة سلبية إذا ممكن. طيب ماشي. عثمان طلع معك شي؟ كتبت لهم عن صاحب مطعم حب يغير سيارته. فرجيني. بشغلك. شو هاد؟ ما في غش، ممنوع. يلا بعدي عنه، ممنوع تتنقلي، كل شخص بيكتب فكرته. بدي تخلي عينك بموبايلك وتكتبي فكرتك لو سمحتي. طيب أوكي. أنا خلصت بس مو عجبتني الفكرة، رح أبعتها باسم مستعار. إيه لكان أكيد باسم مستعار. تمام. جيجي؟ نعم. ليش إيميلك موجود هون وإيميل الشركة مانو موجود؟ كيف يعني؟ ما فهمت. شو قصدك؟ ريهام ما فهمت. هو إيميلك؟ ايه والله ايميلي، رح شوف بس ثواني، معقول عم يوصلوني الرسائل وانا مو منتبه؟ والله واصلني 1000 وحده، شوفوا قديش ما منخلصهم بشهر هدول، ولك صاروا كل البشر كتاب بهالحاله. هلا بارك لك جيجي. تعال. عثمان اكتب لي اي شيء بيخطر لك. يلا. كنت خايف ومتضايق ما تزبط، ليك كيف تيسرت امور الشغل. لك انت شو عم تعملي هلا؟ كيف بتضميني هيك؟ ها؟ طبعا ما صدقتي اجتك فرصه لتضميني. يلا اعترفي لشوف، كيف بتضميني قدام الكل؟ ثانية دارين خانم عم تتصل فيني. ألو؟ ليكي دارين خانم، أنا من شوي فتحت إيميلي ولقيت إيميلات بعتوها العالم. لا ما انتبهت لهم، الأفكار صاروا بإيميلي هلأ. ماشي، طيب ما في مشكلة بنو. دارين خانم وينك؟ ما عم اسمعك دارين خانم. دارين خانم؟ إيه طيب مفهوم. إيه ريهام جان بيك بدهم نروح لعنده. جان بيك بده هالشي؟ إيه ماني رايحة. ليش ما بدك تروحي؟
قومي لشوف. عم اقول لك ما بدي روح. ريهام ما بيصير هذا شغل. يلا جيجي قلت لك ما بدي روح. قومي. ما بدي قوم. وزن شوي. اليوم كان عندي بروفة تمثيل واضطريت الغيها، وكنت حابة اقول لعثمان يروح معي. أيوة ريهام، عثمان ما عاد بيعني لك وما بتزعلي مني ما هيك؟ صح. معلوم ما بزعل، ما تشيلي همي. ايه. تفضلي يا اهلا وسهلا، مثل العادة رح نقعد بالحديقة. مرحبا جامبي. مرحبا يا ريهام. وسهلا. مرحبا. مرحبا. اهلا. الأهلا والسهلا مو بمصاري. السيناريوهات يلي فيها مصطلحات شعبية وسيئة وفيها إهانة لأي جهة وبتخالف عاداتنا. ريهام في قائمة بعتها الزبون، امسكي شوف فيها. لا ضيعي وقت، حاولي تحفظيها بأسرع وقت ممكن. تمام. يلي ما بيعجبكم فيكم تحسفوه لحالكم، واللي بيعجبكم أعطوني إياه إلي أو لدارين، ما بتفرق. لك انت شو عم تعملي؟ عادي شوفي شغلة. هلا ما في ولا فكره مناسبه دارين. شو هاد؟ لك يا جماعه كم مره بدي اقول لكم لا تحطوا لي قدامي افكار مثل هدول تافهين وبلا معنى. لو سمحتوا لا تحطوا لي سيناريوهات قدامي اذا ما كانت واقعيه، لا تضيعوا لي وقتي بشق الاوراق. وهي شقيتهم شوفوا، معقول لهلا ما فهمتوا علي؟ مليت من نفس الملاحظات دائما، عن جد مليت. جان؟ بعتذر منك كثير. اليوم عطله وما هيك ضايقناك بالشغل. بولين أكيد بتكون مزعوجة من وجودنا. بولين رجعت على لندن. لا، بولين رجعت على لندن؟ معقول؟ هالحكي بيعني إنه جان بيك وبولين انفصلوا؟ وشو هلا؟ برافو عليكم، لازم نزقف. لك يا جماعة أنتوا جنيتوا، ليش عم تسفقوا؟ شو هالتصرفات السخيفة؟ نحن هون لنشتغل مو لنحتفل. لا تزعل لأنه بهالوكالة بيحبوا الانفصال. لما انفصلت عن خطيبي احتفلوا جان بيك. ما كنت بعرف، ولما عرفت زعلت كثير عليكم جان. ايه بس ما بين على وشي لاني عامله بوتوكس جديد، مو معقول شو زعلت. اي مساوي قهوه. انا موظفه الخدمه، لا تقوم انا بساوي لك. جان بيك شبنا، هي شغلتي. تركيه بحاله، بتعرفي الانفصال ريهام بيكون حزين وحابب انه يضل لحاله شوي، عادي كم يوم بينسى والحياه الجديده بتبلش. مو مشكله، المهم ما تقولوا ما عم تشتغلي. يا جماعه انا متحمسه على الشغل. انت جنيتي ريهام، مو على اساس بدك تبعدي عنه؟ اسكتي ولا حرف انتي، لانه مو حابه اسمع صوت المنطق اليوم. بس صوتي جاي من جواتك، مفكره اذا سكرتي ادنيكي ما رح تسمعيني؟ لا تفوتي لعنده، هي فرصتك، خليكي بعيده عنه. الموضوع مو بهالبساطه، وقلبي ما عم يقتنع منك، خلص تركيني بحالي. قسما عظما انتي مجنونه. مجنونه ما هيك؟ تقبليني مثل مو انا،